إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي الكرام، والله تبارك وتعالى أسأل أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعني وإياكم بنبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا البث المذاع على منصات كثيرة عبر اليوتيوب وغير اليوتيوب، أخص متابعي قناة أختنا الكريمة نهى السيد ومتابع قناة العبد الفقير إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى، قناة كلمة سواء، قناة رضا قلقيلة الرسمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم وأن ينفعني وإياكم بما نقول وما نسمع. أنا حتنحى عن القيادة أو الإدارة في هذا البث، وإن شاء الله سنترك الإدارة والقيادة للأخت الكريمة نهى. الأخت الكريمة نهى مسلمة، مش هقول جديدة بقى، خلاص يعني هي بقت مننا وعلينا بقالها 3 سنين بفضل عز وجل، ولها قصة يعني لها زخم عظيم. إن شاءت يعني تحكي أو تقول لنا بعض يعني الأمور بفضل عز وجل من هذه القصة إن شاء الله. وهي يعني فعلا يعني هذه حقيقة، إحدى عقلاء النساء ممن عرفت، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي عملها وفي قناتها وفي جهودها. أهلا وسهلا أختي الكريمة نهى. حياك الله شيخ رضا، بارك الله فيك. الله يحييك وصلى الله عز وجل لي ولك الثبات. أنا حسلمك بقى القيادة، فضلي معاك أنت إدارة البث هذا، وأنا تحت أمرك فيما تريدين أن تعرضي علي من أسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. وصلي الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رحب بفضيلة الشيخ رضا وكل الإخوة والأخوات اللي متابعنا، واتمنى ان ربنا يقدرنا ونقدر نفيد اي حد عايز يتعلم او عايز اجابة او اي استفسار بيدور في دماغه، واحنا طبعا على استعداد نجاوب على اسئلة واستفسارات بتتسئل لينا بطريقة محترمة. لكن للأسف في بعض الناس من متابع قناة بيسأل اسئلة بطريقة اتهام، مش بطريقة انه عايز يعرف اجابة. النهاردة انا هقدم نموذجين من تعليقات متابع قناة عندي. الاول تعليقه كان غير لائق، في إهانة لشخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتاني كان لشخص محترم عايز يفهم، والنوع ده طبعا احنا بنرحب بيه واكيد هنجاوبه على كل استفسارات. التعليق الاول اللي هو الغير لائق بيقول: هذا ليس رد صاحب كما تقولين، استطيع تفسير والرد عليك بكل بساطة.
لكني لا أتعب نفسي مع ناس أمثالك لا تقرأ ولا تفهم، مجرد تأتي من الإنترنت بنسخ ولصق، حتى وإن كنت مسيحية سابقا كما تزعمين. فأنا متأكدة الظاهر يا ست، فأنا متأكدة إن كنت مجرد مسيحية بالاسم أو لم تقرأي الكتاب المقدس أصلا. الناس كلها بتقرأ الكتاب المقدس دلوقتي ولا تعرفين أي شيء عن المسيحية، وبهذه الحالة لا يفرق إن كنت مسيحية أو مسلمة أصلا. مبروك خلاصك بمحمد الذي مات وشبع موت. أما بقى في تعليق تاني طازع من واحدة مسمية نفسها بنت المسيح ردا على الإعلان بوجود برنامج اللي بيني وبين حضرتك النهاردة الشيخ، بتقول إيه؟ التعليق اصلا كله ما يهمنيش لانه اتهام في شخصي، وانا تعودت منهم طبعا على الكلام ده لانهم مفلسين فكريا فهم بيهاجموا شخصي. النقطه اللي تهمني في التعليق ده علشان ما اطولش على الاخوه والاخوات اللي بيتابعونا النهارده، بتقول تترك من هو حي يرزق في الملكوت وتتبع واحد شبع موت غير ضامن الجنه. طبعا عبارة مات وشبع موت دي سمعتها قبل كده، بس مش على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت للأسف على حد تاني. تعالوا بقى نشوف العبارة دي اتقالت على مين بالظبط. العبارة دي قالها الأنبا رفائيل. أيوة بالظبط كده. على ما تيجوا نشوف على رأي بتوع الكاميرا الخفية. ده احنا بنقول له بموتك يا رب نبشر، وبعدين نقول ما ماتش، لا ده مات، مات وشبع موت، لانه قعد ميت كم يوم، ثلاثة، ده شبع موت. عرفتي بقى يا اختي مين اللي مات وشبع موت؟ واحب اقول لكم انه مش عيب ابدا ان اي انسان يموت سواء كان نبي او غير نبي، لان دي سنة الحياة ولا كل اجل كتاب. لكن العيب والعيب قوي ان الاله هو اللي يموت، ومش بس يموت، ده يموت كمان ويشبع موت. الراجل لسه قايل قدامك اهو. طبعا المسلمين ما انكروش ان النبي مات، لان القران اللي جه بيه النبي الاسلام بيقول لسيدنا محمد انك ميت وانهم ميتون، يعني القران لم ينفي صفه الموت للنبي للاسلام، لان كل نفس ذائقه الموت. انتوا بتعتبروا المسيح اله، فليه بتقارنوا اله بنبي؟ هي دي المقارنه اللي ما فيهاش تكافؤ ابدا، لازم تكون المقارنه عادله. فلو قارنتوا إلهكم بإلهنا، لا معلش، إحنا إلهنا حي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما أنتوا إلهكم مات وشبع موت باعتراف الرجل الدين هو بتاعكم بس. وده كان ردي على التعليق الأول، إن الموضوع أصلا ما يستحقش ياخد من وقت كتير، لأن الكاهن ده حط النقط على الحروف وجاب آخر الكلام. حياكم الله استاذنا عبد الله كندي، حياكم الله يا مولانا. ده الكاهن ده مش حط النقط على الحروف، ده حط الطينه على الطينه وطينها خالص. الله مات، هو شهد شهاده الحق، هو شهد شهاده الحق. المهم عندي التعليق الثاني، السائل بيقول انا متابع حضرتك واتمنى انك تردي في مواضيع تفيد المسلم ويفهمها، مثل موت محمد، الغزوات، نكاح السبايا، زواجه من طفلة في سن التاسعة، القتل، السب واللعن، وأشياء كتير مثل هذه. أنا رديت عليه قلت له تقصد إيه بموت محمد؟ عايز أشوف زوايا تفكيره يعني. رد قال أقصد إنه لو نبي من عند الله كما تعتقدون ما مات مسموما وكان حفظه الله. طبعا ده شخص محترم عايز يفهم، فبيسأل عن شبهة بيرددها رشيد حمامي وغيره، واللي بيتهموا فيها سيدنا محمد إنه مات مسموم، لانه لو كان نبي ما كانش مات مسموم. فهل يا شيخ رضا، وسؤالي النهارده لحضرتك، هل سيدنا محمد مات مسموم؟ وهل في حديث شريف عن الموضوع ده؟ انا عايز افهم الموضوع ده من حضرتك النهارده. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. في حديث وحديث صحيح ان يهوديه قالت في نفسها، هي قالت الكلام ده لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ليه عملت كده، قالت انه انا قلت ان كان نبيا فسيعلم بامر السم، وده كان يوم خيبر، وان كان كاذبا استرحنا منه. المرأة دي يهودية وتعلم ان الانبياء
ما لهم معصومون في حال البلاغ. يعني النبي أي نبي أخوانا معصوم من القتل حتى يبلغ رسالة ربه، وده معنى قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، يعني لحد ما تبلغ رسالة الله. ليه؟ لأن القرآن قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. يعني خلينا أسأل حضرتك يا أستاذة الكريمة، أستاذة الكريمة نهى، بخلفيتك السابقة، هل الأنبياء يقتلون حسب ما جاء في الكتاب المقدس ولا لا؟ الأنبياء قتلوا بحسب ما جاء في الكتاب المقدس. جميل. المسيح نفسه قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة الإيه المرسلين. فالأنبياء يأتي عليهم القتل، يعني نبي ممكن يقتل وممكن لا يقتل. طيب اليهودية فهمت كده انه اذا كان نبي وهو لسه في حال الدعوة والبلاغ ربنا هيعرفه. طيب وان كان كذاب استرحنا منه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويلبي دعوتها لي للطعام. هي سألت النبي بيحب ايه، ماذا يحب محمد صلى الله عليه وسلم من الطعام؟ قالوا لها بيحب الذراع من الشاة، الدراع بالتحديد. فتممت الشاة كلها وزودت في الايه الذراع، في الذراع. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم معاه اثنين من الصحابة، او معاه من الصحابة من قدر له تلبية الدعوة، وقعدوا يأكلوا. فواحد سبقه وأخذ جزء وأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزراع ورفعها إلى فمه وقضم قضمة وابتدى يندخ، فإذ به يلفظ هذه القطع، ويقول للصحابة أو يمنع الصحابة من الأكل ويقول لهم إن الذراع تخبرني أنها مسمومة، إن الزراع تخبرني أنها مسمومة. نعم. الصحابي اللي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ده مات. اليهودية، خدي بالك من المفاجأة بقى، اليهودية اللي عملت الحكاية دي أسلمت. لا إله إلا الله. أسلمت. وترجم لها الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، جعلها من إيه؟ من الصحابيات الكرام. ده باتفاق. اختلفوا بس هل هي بعد ما أسلمت النبي صلى الله عليه وسلم قتلها حدا في بالمقتول من الصحابة، ولا عفى عنها؟ في اختلاف في الروايات هنا، لكن المتفق عليه ان هي اسلمت، وترجم لها الحافظ ابن حجر ان هي اصبحت من الصحابة. الان هذه الرواية لما ناخدها كده ايه دلالتها؟ دلالتها ان محمد صادق ام كاذب يا اختي نهى؟ صادق طبعا. ليه؟ لانه ما احنا بدل ما احنا هناخد الرواية على بعضها هنشوف ان نطق الزراع بين يديه وعلمه بان الشاة مسمومة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ده كان يوم ايه باتفاق الروايات؟ كان يوم خيبر. يوم خيبر كان سنة كام يا اخوانا يا مسلمين؟ ذكروني. خيبر كانت سنة كام؟ سبعة. كانت سنة سبعة هجرية، تمام كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا اختي الكريمة مات سنة كام؟ مات عشرة. سنة 11، يعني أول سنة 11. يعني قعد 3 سنين صلى الله عليه وسلم بعد الوقوع عليه بالضبط، في حين ان صاحبه توفى في الحال، في الحال، وحين ان هو الجزء اللي اخده كان ايه؟ كان الزراع المسمم الاكثر ثمنا اكثر. طيب الشبهة بقى جاي مصدرها منين؟ الشبهة انه النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه كان يقول إني لأجد أثر السم الذي أكلته في خيبر. هو ده العمل الإشكال. هنا
لي وقفة. إيه هي؟ إحنا اتفقنا أن النبي معصوم والله يعصمك من الناس لغاية ما إيه؟ ما يبلغ الرسالة، يؤدي الرسالة، صح؟ طيب النبي حجة الوداع ربنا قال له فيها إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نفهم إيه من الآية دي؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأتم الرسالة، خلاص أدى ما عليه. فلا معنى بعد ذلك لأنه يفضل معصوم خلاص. طيب حاجة كمان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إنه ما من نبي إلا وخير بين الحياة والموت، فقد روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه، وده هو صحيح يعني، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يحيى أو يخير، أسف، ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت سيد عائشة بقى رواية الحديث، فقلت إذا لا يجاورنا، خلاص عرفت أن الكلام ده معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخير وأنه اختار الإيه؟ الرفيق الأعلى. برضو في رواية عند الإمام البخاري ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان صلى الله عليه وسلم في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير، ولم تصرح عائشة بذكر من سمع ذلك منه في هذه الرواية، وصرحت بذلك في الرواية التي تليها من طريق الزهري عن عروة عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح اللي هي الرواية اللي ذكرتها في الأول، يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير ثم يخير. فمجموعة هذه الروايات إنه النبي صلى الله عليه وسلم خير قبل أن يموت، وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم داء من رواية الصديق رضي الله عنه، جزاك الله خيرا عمنا الكريم عبد الله كندي، شكر الله لك، أبو بكر رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى الصديق والصحابة من حوله يتعجبون، الصحابة اللي روى الحديث يقول فبكى أبو بكر، فقلنا لما يبكي؟ إن النبي يتحدث عن عبد خيره الله بين الحياة وبين الموت. ثم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. عرفنا إنه النبي كان بيقصد مين؟ كان بيقصد نفسه، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلم واحد فيه. طيب ده معنى إنه النبي أتم الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين الحياة والموت. طيب برضو عايزين نعرف موضوع أثر السم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأنبياء، وأبى الله عز وجل أن يكون فوقه أحد. وأنا حسأل حضرتك سؤال، درجة النبوة
فقط أفضل ولا درجة النبوة معها درجة الشهادة؟ درجة النبوة معها درجة الشهادة طبعا أفضل عند الله. أحسنت. فأراد الله عز وجل أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الدرجتين، هذا على قول من صحح هذا الأمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت قال إني لأجد أثر السم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم خير كما صحت بذلك الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في بيته في يوم عائشة على سريره صلى الله عليه وسلم على صدر أحب زوجاته إليه. النبي ما ماتش مصلوب، عريان، مضروب، مهان، مات صلى الله عليه وسلم على سريره في بيت أحب زوجاته إليه على صدرها صلى الله عليه وسلم خير، وهي تقول فكان يقول اللهم الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. فهل هذا حال من يموت مقتولا؟ لا، لكنه وجد أثر السم صلى الله عليه وسلم وكان يجد أثره كل عام، ومات في هذا التوقيت حتى يجمع الله عز وجل له بين الدرجتين. طيب، دي نقطة. النقطة الأخطر هو يا أختي نهى، حضرتك بقالك 3 سنين في الإسلام، هل إحنا بنعبد النبي محمد؟ لا إطلاقا، ولا محمد ولا الحجر الأسود ولا الكلام ده كله. حلو، نحن جميل. عبيد الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخوانا رسول، وما محمد إلا إيه؟ رسول. قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل، يعني مات كده أو حتى مات مقتول، مش هتقل منه حاجة، فهو بالنسبة لنا إنسان. طيب، نعم. لماذا يا أخوانا يصمم المسيحي أن يقارن بين رسول وإله، وإله حسب ما هو بيرى؟ تعال بقى، إحنا بنعبد مين في الإسلام؟ بنعبد الله اللي إحنا تجوزا هنتكلم معاهم، سواء يا أخوانا وكل الحاجة ربنا يبارك فيهم، ربنا يبارك فيكم يا أخونا الكريم عبد المجيد والإخوة، هنرد على كل حاجة بالتفصيل، تلاقوش واحدة واحدة. المسيحي بيقارن بين إنسان رسول وبين إلهه حسب إيمانه، وده ما فيش فيه إنصاف. طيب، إحنا بنعبد مين؟ بنعبد الله اللي تجوزا هنقول عليه حسب هم ما بيؤمنوا الله الآب. المسيح في يوحنا 17:3 قال، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلك. صح؟ نعم. طب جميل، هل الله يراه أحد؟ هو في الكتاب بتاعهم الله لم يراه أحد قط. حلو، واحد. هل الله يموت؟ المفروض الله لا يموت بشهادة البغشنودة. الكتاب المقدس بيقول الذي له وحده إيه؟ عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، وفي رواية ألست أنت إلهي قدوسي لا تموت، يعني الله يا أخوانا لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أخوانا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا نوم، حياته سبحانه سرمدية، يعني أزلية أبدية. طيب، عمو إله المسيحية اللي حصل له زي ما قال لنا الأنبا رافائيل، الأنبا الجميل اللي بيقول لنا كل حاجة بصراحة، ده وما بيخبيش حاجة بصراحة، مش مخلي نفسنا في شيء. تعالوا شوفوا الأنبا رافائيل قال إيه. احنا بنقول له بموتك يا رب نبشر، بعدين نقول ما ماتش، لا ده مات وشبع موت. لأنه راجل طيب، راجل طيب، ثلاثة ده شبع موت، شبع حلو، شبع موت.
يبقى رسول الإسلام مات. طيب هو مش إبراهيم مات؟ بولس مات. مش موسى، مش موسى مات، حياك الله أستاذ أنس، حيا الله جميع الإخوة والأخوات. مش موسى أخواننا مات؟ كتبت الأناجيل نفسهم ماتوا. هوشع مات؟ مش كل دول أنبياء؟ مش نبي صمويل مات؟ مش هارون النبي مات؟ مش يوحنا المعمدان مات مقتول؟ وزكريا بن براخيا مات مقتول؟ مش المسيح مات مقتول؟ مش بولس مات مقتول؟ مش كل تلاميذ المسيح اللي 12 ماتوا مقتولين؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل. مين اللي ما ماتش في المسيحية وفي الإسلام؟ الله الأب، الله الخالق. إحنا بنعبد الله الخالق، الله الخالق، لأنه الإله ما يموتش. إنما الإله الجميل حسب المسيحية اللي مات وشبع موت، ده ما ينفعش يكون إله، ما ينفعش يكون إله. فإحنا نعبد إله حي لم يمت للحظة، للحظة. لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة. إذا كان لا يجوز على الله أن ينام، فكيف بالإيه؟ فكيف بالإيه؟ فكيف بالموت؟ تمام؟ يعني هم بيعقدوا مقارنة غير متكافئة، هم بيقارنوا إله بنبي. بيقارنوا إله بنبي، بيقارنوا إلههم، إلههم هم بنبينا. إحنا لا نعبد النبي محمد. أخونا نعم. أبو خالد الله يحفظك، أنا كمسلم الآن باخد كل الآراء، تمام، علشان ما حدش يقول لا أصل في علماء قالوا كده ويتحججوا. فأنا بطرح كل الآراء وبتبنى كل الآراء وبجمع بينها دلوقتي، فده بالنسبة لي صحيح وده بالنسبة لي صحيح، وأنا وضحت الوجهتين، من رفض الرواية أو من صحح الرواية وأراد أن يقول أن الله عز وجل أراد أن يجمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين درجة الشهادة والنبوة. بس في النهاية احنا بنعبد الله رسولنا الذي لا يموت. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، خدين بال حضراتكم، فهو إنسان رسول صلى الله عليه وسلم. الذي مات مع إنهم بيعبدوه هو المسيح. الأنبياء قبل محمد ماتوا، إبراهيم، موسى، هوشع، صمويل، زكريا بن برخية، يوحنا المعمدان، كل هؤلاء الأنبياء، يوناني النبي، كل هؤلاء الأنبياء ماتوا. ما فيش حد موجود من الأنبياء السابقين عشان محمد يفضل حي صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فالله سبحانه تبارك وتعالى ما جعل لبشر قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخلد، فليه هنخلده هو؟ لا، فهو أدى رسالته بدليل واحد، اليوم أكملت لكم دينكم. اثنين، أنه صلى الله عليه وسلم خير قبل الموت. ثلاثة، تفضل. في تعليق هنا قدامي بيقول حصل أخت شالون كانت مسيحية وما تعرف من مات، اللاهوت أم النازوت. طب أنا عايز أقول حاجة في القصة دي، هتقولي اللاهوت مات، إحنا متفقين إن اللاهوت لا يموت وبيشهد لجلدنكو. هتقولي الناسوت مات، هقولك الناسوت ده محدود، إزاي يفضل بشر من شخصية من خطية غير محدودة؟ دي إشكالية أنتوا بتحطوا نفسكم فيها وأنتوا مش جريانين. عارفين أنتوا بتقولوا إن الناسوت هو اللي مات، الناسوت ده واحد محدود مولود هيفضل بشرية من خطية لا محدودة عملها سيدنا آدم، فكده الكلام مش منطقي. أرجو إن بعدين في حاجة يا أستاذة، حضرتك كنت أرثوذكسية صح؟ حلو. الأرثوذكس بيعبدوا الجسد صح؟ بيعبدوا المتجسد على بعضه كده
بجسده بنسوته بلاهوته بكله على بعضه كده بسلطاته ببابا غنوج كله تمام. فده هو اللي مات. عشان كده الإخوة المسيحيين لو يفهموا هذه القضية، عشان كده الأنبا رافائيل قال لك مات وشبع موت. ما هو كده كده عندهم الإنسان يسوع المسيح هو إله متجسد كله على بعضه. يعني البطرك العبيد ده اللي هو زكريا بطرس زمان قال لك حتى أجل الله سامعين البراز اللي في الأمعاء الغليظة بتاعت يسوع دي بالنسبة لنا إله متجسد. لا حول ولا قوة إلا بالله. التعليق ده بقاله أكتر من 20 سنة عن زكريا بطرس، قاله زمان وأنا فاكره كويس وسمعه منه، وهو بيقول حتى اللي في الأمعاء الغليظة ده مش ده جزء من يسوع؟ ما هو ده إله متجسد. طب لما صعد، ساب الأجزاء بتاعته اللي رماها في الأرض وصعد من غير أجزاء؟ هو صعد الله. صعد كله، ده صعد واكل كمان. سبحان الله. أي صعد واكل سمك وشهد عسل زي ما الكتاب المقدس بيقول. فبالنسبة للمسيحيين أرجو أن أنتوا تقروا وتتعلموا. محمد صلى الله عليه وسلم عندنا في الإسلام نبي رسول من عند الله، لكن نحن لا نعبده، إنما نعبد الله اللي أنتوا بتسموه الآب، الله الخالق اللي أنتوا بتسموه الآب. فانتوا علشان من جواكوا مش فاهمين عقيدتكوا، وصدقوني والله عارفين انه المسيح لا يقارن بالله، فبتقارنوا المسيح بايه؟ بالنبي محمد. بتقارنوا المسيح بالنبي محمد. طب هو احنا بنعبد النبي محمد؟ لا،